شايف ازاي برضو حجم المشكلة او الخلاف الموجود عندنا في ملف الاحوال الشخصية واسباب تفاقم يعني هذه الخلافات؟ لا شك ان يعني عندما نتحدث عن مجتمع بيتطور وبتدب في اوصاله فكرة التنمية في كل الاجزاء اللي على ارض الوطن، بنشوف ان لا النهضة التشريعية اللي بتحصل دلوقتي، العديد من القوانين، العديد من الملفات بيتم فتحها، ربما في الماضي لم تكن الامور يعني بهذا الشكل. الآن بنتصدى لكل المشاكل القديمة اللي عندنا. واحدة من أهم المشاكل هي مشاكل المجتمع، الظروف اللي بيمر بيها يعني أبناء الوطن، الظروف اللي بتمر بيها الأسرة المصرية، مشاكل ما بين الزوج والزوجة، مشاكل أسرية، لابد أن كان يبقى فيه تعديل لهذا الأمر. ربما 100 عام هي عمر القانون، بعض التعديلات طرأت عليه في مراحل، في مادة أو مادتين. ظروف مجتمعية مختلفة تماما، مجتمع يختلف تماما في ظروفه وملابساته وما يمر به عن التاريخ الماضي. فبالتالي احنا محتاجين اليوم ان احنا ننظر نظرة تطوير إلى هذه المنظومة القانونية. هل نعدل في جزء بسيط منها؟ بالتأكيد العديد من نواب الشعب شايفين ان احنا في حاجة إلى منظومة قانونية جديدة شاملة تحل العديد من المشكلات. منذ اليوم الأول لدخولنا البرلمان والمواطن يسأل متى يتم تعديل هذا القانون. في اعتقادي أن احنا اليوم بنطرح على المجتمع هذا الحوار المجتمعي الواسع. اذهب إلى النائب القريب منك، تحاور معاه، تحدث من خلال الإعلام، وضح رؤيتك، وضح مشاكلك، وضح في الماضي كانت ما هي أزمتك في التعامل مع هذا القانون. طبعا ملايين الأسر بتذهب إلى المحكمة، وأعداد ربما أكثر من التي تذهب إلى المحكمة تعاني ولا تمتلك مثلا النفقات الكبيرة والمدة الطويلة للتقاضي. ومن ثم علينا اليوم تيسير هذه الإجراءات، علينا اليوم حل ما تعرض له المجتمع والأسرة تحديدا، وعانى رجال وسيدات وأبناء لفترات طويلة.